فتستمر الاحتفال بذكرى تنقص بثلاث مبادرة الوطنية للتنمية البشرية في زوال هذا اليوم بتدشين مركز للأشخاص في وضعية الإعاقة بجامعة ويزات هذا في إطار البرنامج الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي هي مواكبة الأشخاص في وضعية مواكبة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي حاول على أساس خلق هذه المراكز على مستوى كل دائرة دائرة إذا فوصل الدور بين الدائرة ديال الوزير وكذلك التدشين من بعد قد يكون تدشين ديال الملتقى الإقليمي للاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي ستشارك خلال 25 تعاونية تنتج جميع المنتوجات ديال الإقليم واللي غادي يكون إن شاء الله في ساحة جيوبارك ساحة المتحف ديال جيوبارك نقول وسيعرف كذلك استقبال تعاونية من التعاونية الرائدة على المستوى الوطني واللي تعطي مثال للتسليم في المجال الكبار وهي تعاونية الأسفي للتسليم الكبار كضيف شرف على الإقليم سيتم الافتتاح ديالو من بعد الافتتاح ديال المقر ديالو وزيارة مفتوحة أمام الجميع وشكرا لكم.